واحد بيقول قال السيد المسيح كلي المجد من ضربك على خدك فحول له الآخر، وفي المحاكمة أحد الجنود لطمه فقال له لماذا تلطمني؟ هو ما كان قبل المحاكمة يعني، وده أحد عبيد رئيس الكهنة مش أحد الجنود. السيد المسيح حول الخد الآخر وحول الخد الثالث والرابع والعشرين، وقيل عنه في الإنجيل كانوا يلطمونه قائلين تنبأ من لطمك، يعني الناس كتير لطموه، وهو سكت على كده وحول الآخر. وقيل عنه في النبوءة سفر أشعياء لزمت ظهري للجالدين وخدي للناتفين، تحول الخد الآخر. لكن بالذات عبد الرئيس الكهنة ده ما كانش عارف الحكاية، لأ الناس بيلطشوا فيه، راح ضربه هو راح. فالمسيح بيقول له حبيبي إن كنت تعرف عني خطأ اشهد عليه، إن كنت ما تعرفش ليه توقع نفسك في خطية وانت لا دخل لك في الموضوع اطلاقا؟ طب دول عن حسد عن جهل الى اخره، طب وانت بتعمل كده ليه؟ دي نصيحة لانسان جاهل، لكن من جهة تحويل لخد الاخر حول، او كانوا يلطمونه قائلين